قال معاوية يوما لجارية بن قدامة: ما كان أهونك على قومك إذ سموك جارية؟ فقال: ما كان أهونك على قومك إذ سموك معاوية وهي الأنثى من الكلاب؟ قال: اسكت لا أم لك. قال: لي أم ولدتني. أما والله إن القلوب التي أبغضناك بها لبين جوانحنا، والسيوف التي قاتلناك بها لفي أيدينا، وإنك لم تهلكنا قسوة ولم تملكنا عنوة، ولكنك أعطيتنا عهدا وميثاقا وأعطيناك سمعا وطاعة، فإن وفيت لنا وفينا لك، وإن نزعت إلى غير ذلك فإنا تركنا وراءنا رجالا شدادا وأسنة حدادا. فقال معاوية: لا أكثر الله في الناس مثلك. فقال له: قل معروفا، فإن شر الدعاء محيط بأهله. ثم قام وخرج.